السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد دو غومارك بالخصوص ديال جينيراتور دو تونسيون اي جينيراتور دو كورون. أول غومارك ديالنا غتكون هي شنو هو الفرق بين هاد لي دو جينيراتور. أوكي، الفرق اللي كيكون عندنا هو أن هاد جينيراتور دو تونسيون كيكون كيتميز بواحد الحاجة اللي هي أنه كيعطينا اون تونسيون كونستانت. اوكي، داكشي علاش كنتلقاو في التمارين ملي كيكون عندنا هاد الجينيراتور كنكتبو وحده هنايا، زعما راه مثلا او كتساوي مثلا 5 فولت ولا 12 فولت ايتترا. اوكي، يعني كيعطينا واحد الفولتاج ثابت. بالنسبه لهاد الجينيراتور دو كورون كيكون كيتميز انه كيعطينا لو كورون اي كونستان. داكشي علاش حتى هو كنكونو كنتلقاو في التمارين انه كيخرج منه واحد لو كورون اي مثلا كيساوي 10 ميلي امبير ولا 20 ميلي امبير، يعني كيعطينا واحد لومبيراج ثابت. مزيان، كفكره اخرى يعني مثلا هنايا في هذا جينيراتور طونسيون الوضم ديالو مثلا هنا كتكون عندنا او كتساوي ار فوا اي الا كانت عندنا مثلا هنا لا ريزيستانس فاريابل. اوكي، يعني كتبدل، غيكون هنا عندنا لو كورون تا هو فاريابل، بالنسبه لهنايا راه عندنا هادي كونستانت طونسيون كونستانت. دونك هادي الا كان فاريابل غيكون هذا فاريابل. هنا الا كان عندنا جينيراتور دو كورون لا لوا دوم ديالنا غتكون هي على هاد الشكل، مثلا اي كتساوي او سور ار. هاد او راه هي او، بحال كتبنا نيت او على ار. اوكي، لا طونسيون، يعني الا كانت عندنا هنا لا ريزيستانس فاريابل غادي تكون عندنا لا طونسيون فاريابل. بالنسبه لو كورون، كورون كيكون عندنا ثابت حيت عندنا جينيراتور دو كورون. تري بيان، هادي هي هذا هو الفرق اللي كيكون عندنا بين زعما جينيراتور دو كورون اي جينيراتور دو طونسيون. هذا كيكون كيعطينا طونسيون كما قلنا كونستانت، هذا كيكون كيعطينا لو كورون كونستانت. نشوفو بالنسبة لا غومارك التانية ديالنا. بالنسبة لا غومارك التانية ديالنا هادي مهمة حيت كنحتاجوها في تيوريم دو تيفنا اي تيوريم دو نورتون. هنا ملي كنبغيو نحسبو سوا بهاد التيوريم ولا هاد التيوريم التانية، اش قلنا كنديرو؟ كنبغيو نقلبو على لا ريزيستونس سوا ديال تيفنا سوا ديال نورتون. اوكي، وقلنا هما بجوجهم عندهم نفس الطريقه، يعني نفس الطريقه كنديرو. داكشي اش كتكون عندنا اغ تيفنا كتساوي اغ نورتون. مثلا هنايا جينا بينا نحسبو مثلا اغ تيفنا، اش قلنا كنديرو؟ قلنا كنديبرونشيو لا شارج. اوكي، وبلاصه الجينيراتور بما انه عندنا جينيراتور دو طونسيون قلنا كنسيركويتيو بلاصتو. مزيان، هنايا حتى هو لا ميم شوز، الا بغينا نحسبو اغ تيفنا حتى هو هنايا اش غادي نديرو؟ غندي برونشيو لا شارج وبلاصه هاد جينيراتور دو كورون كنخليو بلاصتو اوفير. هادي هي الغومارك لي مهمه هنايا نعرفوها. اوكي، اللي هي الا كان عندنا جينيراتور دو طونسيون راه كنسيركويتيو بلاصتو، كان عندنا جينيراتور دو كورون كنخليو بلاصتو اوفير. سامارش، هادي هي الغومارك ديالنا. كيما قلت لكم جينيراتور دو طونسيون كتسيركويتي بلاصتو، جينيراتور دو كورون كتخلي بلاصتو اوفير. نطبقوا هاد الفكره اللي قلنا دابا، يعني اش غنديرو؟ تو سامبلومون كيما قلنا ديبرونشي هادي وسيركويتينا. دونك هي هادي شتي ديبرونشينا وهنا درنا ليه سيركويتي. بالنسبه لهاد الاخر اش قلنا؟ نديبرونشيو هادي وهنا نخليو اوفير. دونك غادي نديرو هكا، صاماش نديبرونشيو هنا نخليو هنا اوفير، وكنحسبو لا ريزيستونس ديالنا ديال اغ نورتون ولا ديال اغ تيفنا على حسب التيوريم باش خدامين حنا. هما بجوجهم قلنا عندهم نفس الطريقه وكيكونوا كيتساواو بجوجهم. هنا تا هو لا ميم شوز، يعني كنحسبوا لا ريزيستونس ديالنا هنايا وكنحسبوا. هذه هي الغومارك الثانيه ديالنا، نتمنى تكون فاتكم، ومهم الانسان يضبطها ويفيكسيها عنده يا الاخوان، يعني فيكسيو هاد ليدي. عندنا هاد جينيراتور كنسيركويتو بلاصتو، عندنا هاد جينيراتور كنخليو بلاصتو اوفير. يلا، شكرا لكم على حسن المتابعه، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش حبكم تدعمونا بالضغط على زر لايك كتشجعكم لينا على تقديم المزيد والمزيد
إن شاء الله. يلا تحياتي لكم، كان معكم إلياس موزوني من قناة نيرو أكاديمي، وما توفيقنا إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله.